الزمالك بيحقق فوزه الأول هذا العام، فوز مهم يكسر سلسلة التعثرات. مليون مبروك. الزمالك اللي ما قدرش يحقق أي فوز في 2023 قدر النهاردة يحقق انتصار مهم على منافس كبير هو فيوتشر. فوز كان محتاجه الزمالك علشان يلملم أوراقه من تاني ويثبت أقدام مدربه الجديد أسامة نبيل. المشوار لسه طويل ومليان منافسات، المهم إن الزمالك يعرف يبني على انتصار اليوم ويصحح باقي أخطائه. جماهير الزمالك اللي عاشت المعجزة الموسم الماضي مستنية بس مستوى وحماس الموسم الماضي وحقهم.